يا شباب. تبي تطلب انت؟ ايه تعال تعال روح من هنا. ايه راح لانه متاخر. تعال 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 تعال. كم قلنا كم مجمل نقاطك انت؟ من اي مكان؟ كم مجمل نقاطك انت؟ والله يعني الحسبه الاخيره 16000. حلو 16000؟ ايه طيب ترى 500 500 ايش؟ نقطة الحبة الحبة؟ قهوة بالدونات 500 ما في قهوة. طيب إذا باخذ ثنتين؟ لا ما يجي دونات بس القهوة القهوة دونات باخذ ثنتين؟ لا واحدة بس القهوة عليها صيانة هذا الحين ما في إلا الدونات. واحدة خلنا نكسب صيانة في القهوة. طيب بعطيكم على الدونات الواحدة لا واحدة بس يلا خذ واحدة. لا 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 500 لا لا 500 ما نبغى ما نبغى ألف لا الواحدة ب 500 خذ لك واحدة لا تعطينا 1000 ولا ناخذ واحدة تم اي واحدة وش هي 500 نقطة طلع عليه خليك واقف عند الدونات يا احمد حط يدك كذا وشو حطها خليه يحط بعدين يقول السعر ويا ابو مرعي يا ابو مرعي وش شفك فيه من دونات يا ابو مرعي خلاص والله انت وش خاطرك كلم فلاح قول في ذمتك 500 500 يلا 500 وش رايك بذي وش تبي ارتاح انت انا باجيب ارتاح 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 يا رجال قد قمت خلاص وش رايك بذي كليتها اي هذه خليتها وش ودك عطنا اللي في البنك جرب البنك خذ خذ يا احمد جرب ستانس اللهم لك الحمد يا والله ستانس طب البنك والله يا ابو جور ثلاث يوم قالوا ثقه ببرياليتي ثقه انت قلت ابو دونات شيء بمدعي شو رايك في طعم البنك طعم الدونات البنك المغطرسه بال النقاط السوداء جميله يا طعمها طعمها والله حلوه هذه سؤال هذه حلوه ها انت قلت ابغى دونات اي قلت ما معجب قلت جيب لي دونات اي الله وجيهم يا معجب مقفلين احنا يا اخي مقفلين نهائيا نهائيا ان شاء الله تموت هنا احنا مقفلين والله ما نقدر وقت صلاه راح صلوا تعال اسم اللعبه ناظر وانقهر شوف يا معجب الحين قبل كنا يعني معطينك الامان لكنك خذيت ثنتين طيب بعطي اقول حاجه انا ما اخذت بس بدفع حق الثاني عشان ترضى يا ابو علي والله انت خذيت انت لا خلاص صلي عليك انت ما اخذت امان باخذ تب حسب ست ايش رايك؟ انقلع علينا ايش؟ علينا علينا انقلع انقلع تعرف لما يحس لك المدير تعترف تبغى صلح يا حرام لا كل واحد عنده فريق دعم صح؟ يجيب له دونات يا اخي يا اخي اشكر فريق دعمك الحين قدم لهم رساله من القلب والله العلي العظيم يا فريق دعم اذا اني احبكم يا شباب صفقه فريق دعم هاي صفقه فريق دعم هاي يا شباب تخيل تخيل الحين قاعدين ما يعرفونك يا بعد لا بعد يا بعد على كيفك انت شغلك تعال تعال اصبر طيب طيبك على نجم السماء والله مدير يا عايض ما جيتك الا وانا في دونات مدير واحد تم من سموك يا العليا والله لو تقول قصيده مني الى بكره ما يمشي ما تمشي معنا السكه طيب خلاص يا ابو علي لو 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 ايش خلوني اتكلم يا مسلمين هذا لا هذا موضوع عندك ايش تبغى لا ولا يوه انا روح اجلس يا شباب يلا بالنقاط ابو علي يعني عشان بندر اخوك يا شباب ابشروا بس سعد بس الحين صلاه اصبروا مقفلين عشان الصلاه ايوه متى نجيك متى نجيك يا شباب انا صلاه يا شباب ما حد بيروح الحين بنفتح بيت صلاه وين تبغى وين ها سلم يلا خلاص انا جايب لك سنيكرز انا جايب لك سنيكرز انت هنا ولا كلمتني كلمت من انت اي والله كلمت من ما في حد ما في الله يستر قال سنيكرز صلاه يا شيخ يا نادر وقت صلاه يلا صلاه يا شباب يا رجال صلاه انا زبون يا مسلمين لا اله الا الله اقول لك تونا صلاه خلاص يلا اطلع برا ترى مدير التنفيذي بيعصب يا اخوان اكسرها انا اكسرها بيني وبينك قزازه راسي فداك راسي بيني قزازه توكل على الله يا صدام في راسي لا طعمكم احلى طيب اتصال ابشر طيب رجع اقهر خليه يموت سلمان ليه سلمان ايش تبغى؟ ابشر بعد الصلاه ناجم والله بعد الصلاه ابشر خذيت قدامك ناس قدامك اهلي ذمتك والله ما اخذها عندي الموضوع صالح تعبان بعدين انا جاي تعبان الله يشفيك انا ليه؟ انكم نصابين لا ليش تاخذ من صالح ودنع 45 نقطه وانا 500 خلاص الله يحفظك ما ادري اللي قاله هم قالوا لا جيزك من جيزك راح اصدقكم صدقوا يلعبون عليكم كيف يلعبون عليكم والله عندنا اجتماع المهم يا شباب انا اقول ميد فريق دعمي بيض الله وجيهكم والله انكم اسعدتوني
واني مستانس واني مرتاح، كليت دونات وتقهويت انبسطت يا ولد. كنا في ككك في بكك يا شباب في اكك طعش لي طعش بيت. شوف بكك تخيل والله العظيم تخيل في ناس تدعمك كذا من حب. والله يسعدهم الله يسعدهم الله يوفقهم. وحداني حاجه يعني ما انسى جهودكم معي يا اخواني والله ما زيك. لا والله حق واجب ما لنا فضل. اعرف ان مهما يحصل بيننا ترى نمزح يا اخي نمزح الناس تمزح. أيوة. والله ان والله اني احبكم بالله. الله يحبك يا ما تحب الا اللي يحبك. يا وياكم مني بكره يا صبي ترج. مرحبا انا بكره بيننا ديربي في الاكل بشوفه. لا الحين بس نبغاك تتذكر اللحظه دي. لا احنا اخوان اخوان. لا لا وقت تتذكر تتكلم ولا لا اذا تتكلم تقول شيء مش على قصداني واحمد وذا يطرف بالك على طول الساعه. ايوه بس تذكر انت اني وقفت معك في الفيلم اصفق بكل حماس وبكل ما يتيس من جميع اركان قلبي يعني واحده بواحده من اركان البرنامج. يعني هذا رزقك والله رزقي والله رزقي يعني والله انك من ركائز البرنامج. تو الدرع ثاني يا والله رزقك ممكن تكون ناقد. اي والله الايام القادمه تخيل. الله والضحك اوه يا السعاده. قلت تذكرون يا شباب الله. يعني انا ما قد شفت مثل الخراب. امس شفت صالح مخرب علي قام يخرب علي مره ثانيه. هو محمد دنعه يعني لو اني خربت على محمد دنعه زعل. يعني صالح شبقت العزيز الحين. سلم سلم. ابشر بالعوض ابشر بالعوض. ما عاد بالعوض. خذ 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 انت العوض. خذ 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 بعينك. خذ خذ. لا لا صبر شوي بس عشان الوضع نادر عشان ما يضحكون علي ذولاك. بس سعد ابو حليف بس سعد ابو حليف الله رجع شوي ها بس باقي فيها يا غبي. ايوه ايش فيك نزلتها انت؟ بحسب انها باقي. لا لا آه يعني حتى الجمهور ما نسونا. قال ايش هني؟ قال ايش يقولون؟ هالدونات باور لكم عشان تكملون باقي الايام. نبي ريلتي ثقه ثقه تشوفها. أيوة. بالعافيه ينجو من المبدعين. الله الله يعني حتى فريق دعمي بيض الله وجيهم زوني الحياة. ما خصوني الحالي خصوكم كلكم. الله 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 عشان تعرفون ان انا احبكم. هذا والله من طيب اصلهم يعني طيب طيب بصلك طيب ترج كلها. الله يسعدكم يا شباب. ودكم ابدونات باقي ايام قليله وتنور ترج. الله الله يستر لنا يوم السبت. اي لا الظاهر ما عاد الا يوم السبت بيض الله سالك بالله. اها يمه اها اني كل ما جيت عند ابراهيم وقال رجع يا عادل حاضر. قال ابراهيم بكره عيال ابراهيم بعده. انا ادري اني بنرجع من ابراهيم هذا احس اني برجع يقولون ابراهيم بعده. لين اخرج لين يبقى واحد يعطونا نجم الجمهور المركز الاول والثاني والثالث وقال استاذ يمكن فهد معيان ياخذها. الله صدق ما عاد يصب لك شيء. لا بس تلاحظون يعني في الفيلم فهد معيان تصدر المشهد. تصدر تصدر الصدق سوى نفس سيد الكل. لا بعدين يمشي كل ثقه كذا ويدنب بيله ذي ويمشي مسوي كاشتي. تدري ايش قال؟ تبيض تبيع البيض على سلاقينه يا رب. مضخم صوته وحاط النظاره الشمسيه. يا اخي متصدر رقم واحد. كان عندكم مطبخ محمد بن جابر مدري ابن جابر طردنا. طردتوه؟ ما عدوا يتعامل معه. ليه يا اخي دراهمي عنده يا اخي. روح خذها من دراهم. هي كمي قيمة الدونات. جيت طلبت دونتين دنتين وحسبت اعطاني واحده دونتين. ايه يعني كنا بنكافيك يا محمد. دونتين دون دنتين دنتين تستاهل. هذا اللي بنلقاه منك. هذا هذا اللي بنحصله. ما جاك مني الا كل هذا اللي بنحصله. دونتين قال واضح. 1 2 دونتين 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 اعطاني واحده دونتين. احمد 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 تضرب هنا بيشتكي علينا. لا 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 ما اشتكي انا ما اشتكي. خم دونات خم دونتان. لا لا دونتان 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 اثنتين واعطاني واحده. سكه سكه قول كي عاد عليه ما تحفظ عليه. معلم دقيقه راجع الاوراق. انتم سمعتكم طيبه فواتير فواتير فيعني محل عظيم يعني سمعتكم طيبه يا محل عايض يعني سوق يعني انت اللي محاسب عنك معجب. لا معجب. لا لا هذا اليوم انا اتكلم عن امس. انت محاسب عني يا معجب. لا محاسب عنه وباع هناك. لا عاد ايش احضره اظنك في القضيه دور. عسى الله ينصرنا على بايع الخوه. كيف؟ ما ادري دف لك واحده كذا لكن اتوقع لها معنى كبير. ايوه يا معنى كبير. هي الفعاليه هذه او نادر نادر في الدونات. خلنا ما دام نادر موجود خلنا نادر. تحب تصدر المشاهد؟ كيف انا تصدر المشاهد؟ علمه. والله ما اعرف الموضوع هذا وش هو. علمه علمه هي كذا الناس كذا ساكتين تجي تتكلم. ما اعرف النظام هذا. ايش رايك فيه انت؟ بحكم انك ناقد. بحكم انك ناقد ما نادر يعرف الموضوع هذا ويعرف كل خطوه يخطيها ويدري انه هو قاعد يتصدر مشاهد. ردك؟
ردي على ايش؟ على كلامه. لا تتكلموا السفهاء يسكتون العقال. اوه فاز عليك، رد عليه. فاز علي، فاز من حقه. لا لا انا لو قال لي الرد يا انا يا هو في البرنامج صراحه. والله دخولي الله يمجع داخلي داخل خير. انا بقول لك حاجه، انا ما ودي اوضح للجمهور الصوره سيئه، لازم نوضح صوره ايجابيه. نحن اخوان من اصدقاء، من كل كلمه تطلع منا مثابره، من كل كلمه لازم نحترم، كل واحد يحترم الثاني. فلذلك انا والله اني احبك، انا ادري في الله والله يسعدك، والكلمه هذه بعتبر انها بالخطا. حبيبي لا مو بخطا، لا عمد، انا معتمدها. لا تقصد والله خطا. اي والله هذه رميت من غير رامي. لا 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 رميت من رامي. فرمت. ايش فيه؟ لو سمحت فرمت ذاك لكم. هيا فرم دي افرمه. يا هندم بك من نادر تجينا سلمان. ما انا خله يموت، قد علمتك في عون ودي. انا ما تسع عشاني. مين هو؟ يا اخي صالح بلوي. في سكر عان السكر هنا. طيب الرجال زعلان يا عايز. رجال اب الروح مدري وش. طيب خلاص شوفني قاعد اكلمه. بيقنعني. كم الوقت؟ دقيقة معكم دقيقة. لان انا مشغول، انا عندي 30 ثانية. اذا نادينا صالح حاول انك ما تجي. خلاص ما قصر معنا. تعال. نادي هو النادي اللي وراه. لا لا عشان يوصل المعلومه كنا بيه. السلام عليكم. سلام. مدير تنفيذي؟ ما تنفع، ما تنفع معنا. ما تنفع، ودي شنو تنفع؟ اي رده تعال اجلس. ايش فيه هو؟ ايش مشكلته؟ هو معه انفصام راسي. راسي؟ وش يحتاج طيب منه؟ يحتاج دونات. طيب روح له قول جيب كم؟ بس دقيقة، الدونات الحين هي تحل، ما تحل الانفصام الشخصي. الا تحل. تحل الانفصام الرأسمالي. لا لانها فيها سكريات. سكريات انت لعبت مو على وتر الدونات انت. على شو اسمه الملوحه. اي بس هو لما يلعب وش يلعب؟ هو جناح ولا لا؟ لا ظهير. ايه جل عشان يفوض. اي بس ليش جلس؟ دقيقه والله هو اللي قال. تفضل تفضل ادري الحوار. اقوم حبيبي خلصت لك على الاثنين. سم الله سم. تبغى ثالث ولا ما يحتاج؟ تبغى افرم ما بفرم. بالسياسه شوف خلاص روح جيب 1000 نقطه وتعال معي انا. معي؟ لا ما نبغاه، نبغاه من عنده. جيب 1000 نقطه. لا لا هو اكثر نبغاه. هو ينافس. ما هي مشكلتي، كنا ننافس. جيب 1000 نقطة. طب هذا آخر علي يعني ايش نكنسل؟ لا 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 خلاص خلاص لا أحمد افرم. لا لا خلاص افرم خلاص 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 اسمع دور لا يا سلمان دور لا. يعني ما يفهم يا أخي، أنا ما أدري الحين يعني الحين بين أربعة جدران يعني ليه متعقلك والله؟ أقول لك والله اليوم نسبة القبول صحيح. أقول لك والله مش موافق لقطة وش ديرت؟ والله أنا لاحظت. شوف أنا ما عندي حكر المحل. لا والله لا والله يا حبيبي والله ما أدفع لها. أنت بتطلع، أنت حتى ما راح تدفع. والله ماني دافع لها. طيب اصبر يا غبي افهمني. طيب أنت واثق فيني ولا يا ابن الحلال؟ أنا واثق فيك بس ما واثق بفلاح. فلاح اللي ورا جاي تسجل يا أخي. ما عليك فلاح، أنت عليك مليون. الحين بناخذ دونات ب 1000 نقطة اثنتين تخيل. لي واحدة ولك واحدة. حلو احسب من الحساب يعني. يعني 500 ادفع. اي 500 على حبة دونات واحدة. اسمع طيب اسمع، وخذنا الدونات منهم وش بسوي انا يا اخي؟ انا منافس. هذا ممكن دونات اضيع مركز عشان دونات. والله ما مضيع. لا اصبر طيب يا اخي اصبر يا غبي. الدونات انا بعوضك بداها. الدونات تعوضني بداها ولا تعوضني بداها النقاط؟ كيف؟ ورق اسبوع الجاي. اخصم على نفسي يا حبيبي. بعطيك الف. والله ما اضمني. والله يا اخوك شوف أضمني. انت عزيز وغالي. والله وانت غالي. اسمع 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 اسمع، انت والله عزيز وغالي. حلو وانت رحيم و حلو. اسمع انت عزيز وغالي لكن وش هو؟ لك والله يا اخوك بامور النقاط. بامور النقاط انا عارف. شوف انا عارف رجال طيب ودك تفيدني لكن بامور النقاط والله انك ما تفهم. بامور النقاط لو انك تفهم اصلا انت ما عندك نقاط عشان تعطي. هذا الحمد لله. هذا ايوه. فلذلك اسمع سم روح لهم الحين خذها بوجهك بجاهك وجاهدك. اما بالنقاط بالنقاط من نقاط مني انا مني ممكن ممكن عادي انا خلاص تم 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 لكن من نقاطي انا ايه؟ ابو ملهي تكفى ابشر بسرعه خلاص تم تم كنت زعلان الرجال. في محور قاعدين. في محور دقيقه في محور عرفت. خليك عندي. اجلس 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 يمكن يطول شوي. كم يبي؟ خذ راحتك اجلس اجلس. كم توقع انت؟ دقيقة المحور يضيع. المهم فقاعدين يتعبون عشانك وانت يعني الحمد لله يعني تشوف انك تسوي شيء الا انك قاعد توريهم شخصية. فهمت؟ فهذه نعمة من الله، اسأل الله ان الله لا يحرمنا منها. حاجة ثانية، مهما شفتونا بالاوضاع السيئة ترى والله ان متنا انطقينا. القيلون يلعب ومع ذلك راح نظل
افضل نسخه والله على برامج الوقت. اشهد والله انه افضل نسخه. اتحدى برنامج واقعي يسوي شيء. شاء وابا من ابا. وان شاء الله صالح مت مت يا صالح مت 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 يا سلمان معه مت مو بذنبي. فلذلك اقول الله يسعدكم يوفقكم يوفقنا والقيلون يلعب لعبه يلعب لعبته. يعني اذا كنت غايب ترى معي قيلون ما ابغى ظهر بالصوره السيئه. صح فلذلك حتى نحتسب الاجر ان شاء الله. اذا ما قيلون ما يناقش بس يقول كلمه واحده وش ايش؟ طف النور طف كذا والله اني صادق طف النور موت يا سلمان موت. فالموضوع الثاني يعني مثلا لما انت تناظر فيها من نظره شموليه راح تكتشف ان لها درب او لها طريقه معينه. القيلون ايه القيلون والله اني حاولت اعالج نفسي ما له علاج مره الا الصبر في الوقت. السلام عليكم. بس الموضوع الثاني الموضوع الثاني يا حبيبي لذلك يعني الواحد يتحمل اخوه المسلم. اذا شفت معه قيلون في وجهه يا اخي خله مو زي ما يعني لا تكون يعني وقح يا اخي تضغط زياده اكيد انه بيطلع من كلمه شيء سيء. فلذلك اذا شفت اخوك المسلم يا اخوي ساير بالارض زي انا اذكر مره مزحت مع احمد حنيف. انا مزح مع احمد حنيف انا معي قيلون يعني فاهم احمد حنيف وايش سوى؟ قال امزح معي وامزح معه وانا معي قيلون بس يبغاني اطلع بالصوره الايجابيه. جاء واحد برا الشغل وتدخل فينا ايش صار؟ ايش صار؟ قنبعت قنبعت اسأله قنبعت ما ادري يا اخي ايش قلت ايش قلت ايش؟ ايوه يا ابو ايش اقول لك يعني القيلون القيلون هذا مشكله يعني اذا تمكن من الشخص يطلع من طوره يسوي اشياء ما هو ما يدري صح يندم عليها بعدين. ايش علاجه تتوقع يا ابو؟ علاج القيلون؟ انا اتوقع علاج القيلون اللي هو اليانسون البابونج في ريحة زيت زيتون. شفت شميتها؟ ايوه يعني سلمان من هي تسبح بزيت زيتون؟ شوف شوف يعني انت تسبح بزيت زيتون؟ صح والله ما ادري عليكم صح لو سمحت لا صد صد خلاص انت الحين نقاط جبتها تفضل نقاط جبتها العايض الحارثي كلمني عن القيلون. القيلون 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 يشكي يعمل عمايله. كلمني عن الثقب الاسود اللي في السماء. الثقب الاسود انه لا اذا مديده الثقب الاسود ممكن يرجع بدوني يلقطه يلقط على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام يلا حيا السلام سنه ورد واجب صلوا عليه. عليكم السلام اللهم صل وسلم. انت جبت نقاط يا لو سمحت يا مدكتور ابشر بسرعه حضرتك جبت نقاط ها يا طويل العمر ابشر بسرعه ها صالح بلوي قررت تنازع النقاط يعني جاب الالف. ايه فلذلك القيلون يا اخوان وسلم له له ايجابيات وسلبيات مثلا يعني وش ايجابيات؟ مثلا يا طويل العمر شو اسمه ايش كنت تقول انت؟ نظره شموليه لها سكه معينه سكه معينه اسمح لي استاذ عايض سكه معينه الشكه هذه يعني مداخلات يا اخي تطق اذنك المداخلات هذه صح صح. فلذلك الله يسعدكم يا ولد زحمه تزحمنا ايش فيه؟ لا معليش ابد طب عندي بس مداخله بسيطه طيب تفضل اباك تقنعني هذول موظفينك واثق فيه ايوه اقنعنا نعطيك دور ايوه اقنعنا نعطيك دور موظف هذا انت واثق فيه؟ من هو؟ هذول اثق فيهم اكثر من نفسي طيب لو من حلف بالله فصدقوه اسلم اقسم بايات الله ان الشخص اللي مات امامك لما اعطيته ظهرك انه يسوي زي كذا ويبشر عليك هذا حتى لو كلامك كان صحيح انا اشوفه بعيني انه خطا طيب فهذا من اصمت فهذا من الاشياء اصمت او انصرف اصمت يا شيطان عندي كلب عندي كلب يعني لن تحاول تزعزعنا لن تزعزعنا اوكي ما راح ازعزعكم بس بكيفك يعني انتم موظفينك حاطين في ثقه جيب مواد انت اللي تخرب النسخه مو انا لا مو انا هذه سبحان الله الدنيا دواره كذب نفسك يا ابو سيلم كذاب فانا عندي مداخله بسيطه صالح بلوي يحتاج الدونات ليه؟ لانه ممكن فجاه بكره يطلع برايم يروح تبوك طيب دقيقه يهمك الموضوع؟ يهمك؟ ما يهمنا طيب كيف ناخذ الدونات ايش يهمك؟ اقنعني هو بيطلع ما يطلع بيطلع يطلع ياخذها خلاص اذا راح تبوك ياخذ دونات طيب خلاص بكيفكم لا تعطون ولا اقنعنا نعطيك يلا اقنع يلا اقنعنا حاول بطريقه معينه انك يا اخي يجذبني من اسباب تدهور الصحه عند الانسان انه احيانا يشتهي شيء من الاكل وعجزان انه يوصل له مثلا تكون انت تبي تنام فالنوم يغلب عليك انك تروح تاكل فيسبب لك مشكله صحيه يهمك الموضوع الله اكبر عليك اقنعك خلص الله كبير يا ابو ملاهي كبير طيب وش صار في الجزء الثاني؟ فالجزء الثاني طول العمر انه لما صحى من النوم طلب له دونات فتشافت الاحشاء وتداركت الصدور وتواست القلوب اي كتاب؟ كتاب
ندركها اللي مسكته في الفيلم هذا اقنعك ضحكت يا جماعه. لا ايش تاخذنا بالضحك يعني ولا كذا؟ انا نكته الفيلم. طيب يعني في دونات من الاخير ولا؟ طيب يلا ضحكنا والله والله اذا ضحكتنا صدق والله اني اعطيك دونات اني لا توسط والله هذه صدق ضحكنا والله العظيم ضحكت احمد الحين. لا لا لازم الثلاثه صح؟ ايوه بس في حاجه نقطه اخيره الدونات اللي بتاخذها وحده بعدها ما يجي احد بعدك خلاص انت يعني بتفهم الناس انه مقفل ضحك عارفه وشو يا سمح ما اسمح لك تغلط على المدير التنفيذي. خلاص خلاص انت انسان فاشل ولا تغلط ولا تغلط على المدير التنفيذي. والدونات اللي بجيبها بجيبها لي يا فاشل. انت تغلط على مدير تنفيذي هنا انك فاشل وانسان عندك عندك ضغط عقلي متخلف. ايش الاشكال كيف قبلوا اضغط عليه يا اخي محدد اضغط عليه ليه؟ لانك انت ضاغط بفعلك الطيب يعني حتى الثقه عندك سوري يعني قلبت عليه يعني ما بتقرب عليه بيدين خلاص الله يستر. يلا الله يسعدك هلا بس خله يضحك. لا لا خله يضحك ضحكنا والله ان ضحكنا ضحكوا ثلاثة ايه نضحك صدق يلا تبغى تجلس ريح خليه يجلس. لا خلوه يلا طيب تعال كذا شوي طالع فيني كل ها عشان الرزق بس اوكي عشان الرزق ايوه نبغى الرزق الرزق من جميعنا طالع فيني هاي قلنا نكتة دقيقة طيب اوكي تسخين طالع فيني صار هيك تو ايوه لا صار تغتبي سلمى ليش نمت؟ لا 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 الو طيب كيف ضحك ابو علي الحين؟ صار ضحكت صار طيب يا نكته شيء شوف نسمع لصالح الدخان هو نادر صالح والله ضحك صالح تعال انقذه وشو؟ ما عندي بس كان اجي انقذه انقذه تعالوا تعالوا يا رجال انا عارف نفسي دمي ثقيل يا رجال الحمد لله يا حق والله لا بس لا بس انت ما جيت ما شاركت ما شاركت لا والله ما شاركت يا الله يهديكم الله يهديكم رزقنا رزقنا ورزق عيالنا رزقنا ورزق عيالنا يا والله يا سلمان خلاص طيب ضع اخر مره اذا ضحكنا والله نعطيك يلا صالح تعال تعال تدخل نكتة شيء من هنا من هنا من هنا الله يحفظك الرزق لا لا وقف وقف كذا كذا هنا ممتاز اي ممتاز بس لا اذا قربت ايدك ممكن ايدك ترجع مع الدونات طيب الحين كيف الرزق عند الله بعد بيتين ممكن يخليك تبتهج اي شيء اي شيء هذه طريقتك انت راح تكتشفها يلا رزقنا ورزق عيالنا تعال يوم سلمى غطي رزقكم الحقيقي صح 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 يلا بسم الله الرحمن الرحيم بهنا نستعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يلا تبون تضحك انت تقول نكته ما قلنا ضحك اقول لكم بقول لكم نكته وعلى طول اذا قلت لكم النكته طالعوا فيها يلا وجه صالح طلع وجه صالح طيب ما ضحكتوا طيب وجه عادي كتك هكذا طيب اذاني مش عادي ما ضحكتوا كرك نادر ما في خلاص انا عجزت اضحك افتقد الحس الكوميدي عندي نادر شوف مساله كره نادر فيها فيها حس يا شباب لازم نعلمه لازم نعطي شوف بالله هاني هذا اذن انسان مدير تنفيذي طيب انا بقول لك بقول لك زي كذا زي كذا تعال سلمان لا ايش يعني اذا خربنا فقره سلمان زعل علينا لا تنطق سلم سلم لي لا ما سلم عادي اضحكم الاثنين وتعطيني الدونات رزق رزق خلك 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 يلا يا حبيبي اسمع لا 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 ضحك من احسي لا ما على حسي ها لا احس دفن لا بس بس بقول شيء بس بقول شيء اسمع اسمع يا جاهزين جاهز مش سمع اسمعهم يلا بس مسألة الرزق يا شباب لا بس شوف عشان نكت ممنوع لا نجح الفقر ممنوع طيب قالون يبيع دونات هذا خالك الأربعين اذا جاي يشارك هذا تضحيه بالنفس والله كذا لا لا والله كذا انا اشوف سلمان يستاهل ايوه سلمان يستاهل ثقيل الدم هذا الله يستر عليك الله يستر عليك سم يا ابو ملهي لا بختار عادي لا ما في ما في اختيار اختيار في اشياء محجوزه ايش تبغى هذه؟ محجوزه السوداء محجوزه اللي عليها طبيعي هذا بكيكم يلا تعال تاخذ النص النص هذه تصفون بينهم ترى ماخذينها ب 1000 نقطه على فكره شباب لا تزرعوا علينا بس المساله مساله رزق يعني بدينا نفتح مشروع تافهين بضحكه انكم تافهين اوكي
يا حبيبي خليتك تضحكني هنا لين طفشت. انا عندي اجتماع مع مساله المشروع بحله وبجي اعلمكم بالانباء. طيب ركز لي موضوع البقاله. بقاله ركز لي موضوعها. والله شوف نفتح هنا بقاله. ايس كريم بس نكتب بقاله ايش؟ ممكن يعني بقاله ايش؟ اي بقاله استوديو بقاله الخبلان بقاله. حلو فكره بقاله حلبه. وبقاله حلبه. والله اني اتكلم جد صح بيع على الشباب كيف اللي يبغى يشتري على الاعداد على الاداره كيف كلهم على الشعب السعودي كله 25 نبيع ممكن جيراننا هنا ما عندهم قايل يجون يشترون 25% 25 يوم كم ممكن تطلع والله بتطلع اذا كل اذا في 25 يوم كل يوم ريال 25000 اذا كل يوم 100 2500 اذا كل يوم 1000 25 اذا كل يوم 1000 ريال يعني كم يطلع لنا 25 ألف. تخيل من بيرهم بيات بس 5 ب 6 يعني 5 في 5 10 25 5 في 5 25 يعني 5 5 25 يعني 25 25 لك 50 مو بعيد يعني بس على الاستديو طلعت 50 من الحمد لله. كم عددنا احنا هنا غير السنيكرز؟ كم عددنا 16 كم واحد بيشتري؟ طيب اضرب 16 في 5 16 في 5 5 في 6 نسيت 30 إيه 30 صفر واحد خمسة في واحد ستة واربعين وستة خمسين ستة خمسين ستة خمسين ألف لا 16 في خمسة خمسة ستة صفر نحتاج صالح صح لا ثلاثة خمسة في واحد بخمسة وثلاثة ثمانية ثمانين ريال 80000 80 ريال لا قصدي في ألف كم يعني إذا بعتها بخمسمية بس أنت بتبيعها بخمسة ريال 16 واحد بيشتريه طلع 80 ريال 80 هذا بس حمضية 80 ضرب 25 يوم 80 ضرب 25 يوم 5 في 0 0 5 في 2 والله أنا صعبة دي والله حسب يا صالح أصبر صالح يا صالح إيش قلنا 25 ضرب 80 إيه صالح 25 ضرب 25 80 25 ضرب 80 الرجال تحطها خلف الباب طلع برا القريه مره واحده خلف الباب ليه وشو والله على كم بعدين طلع ما ترى ما تكلم بعد معيان والله على كم كنت ليه بس ليه والله اني على كم ليه لا ممكن ألف ممكن ألف وس ألف صالح كذا حسيت ممكن ألف وستمية إيه ألف ستمية ألف ستمية ريال تقريبا لا 25 يوم يا ولد نطلع ب 25 يوم ب 1600 ريال ألف وستمية في 25 يوم 80 ضرب 25 يوم ايوه يعني طيب. المجموع 25 يوم نطلع ب 1900 يا اخي هذا من الحمضيات بس في سنيكرز في بطاطس في سنيكرز بكره هلا ابو عبد الله وش قال؟ متى نبدا القطه؟ اليوم كم القطه؟ يا ابو كل واحد 1000 1000 لا كذا زياده يعني كم كرتون بتجيب انت؟ نجيب كرتين احنا اربع يعني 4000 4000 ممكن اشتري الاسواق دي كلها والله خلاص 4000 4000 والله نطلع دبلها بس هل بيوافقون؟ نروح الجملة هم بيوافقون؟ اعرف لك محل يبيع بالجملة نروح طيب يوافقون هم؟ ايوه والله؟ والله نفتح محل قالت من؟ قالت الخبلة قالت حلبة اي بقالة اي قال المهم انها بقالة طبيعية والله انا فكرة حلوة لازم اعتمدها ونجيب تيشيرتات مشعل فيها بقالة حتى في بقايل ايوه لا ملابسنا احنا ايوه بدل ما ياخذها يلبسها كذا يروح نجرها اي والله نجر ملابسنا تشكل فاهم يعني تخيل يعني زي سلمان ملاهي ياخذ من دولابي ياخذ من دولابك ويلبس ويمشي تعال يا حبيبي خذ ايجار ادفع البس على راحتك ان شاء الله توسخها ب 10 في اليوم إيه؟ لا خلها ب 20 لا دليل ب 10 والسروال ب 10 خلها اكثر لانك يمكن توصلها انت
تخسر فيها 6 ريال من 7 ريال غسل. يعني كم؟ خليها ب 30. اي 30. 35 عشان 15 15 على حسب التيشيرت يعني اذا قميص. لا ايوه ايوه صح على حسب يعني والله الله الله يذكره. خلاص متى نعتمدها؟ نروح الحين نعتمدها مش لا الدونات شل وين ناخذها؟ ايش ما تدري العرب انت؟ وين راحوا؟ يا اخي والله الله انك مديري فاشل. روح صح لا لا دقيقه لا اجيب لك من اجيب لك من اجيب لك من اطلب سبيكر 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 اجيب لك من اجيب لك من سبيكر كله حتى انت سبيكر سبيكر مشعل ومحمد جابر. ايه محمد جابر مشغول مشعل 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 يا شباب الحج يروح بنفتح لاي 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 دقيقه ايه تعال 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 سرع اجفل اجفل ابو عبد الله عطى مركز الاول تكفى فكر منه وفوقها 200000 هو عطى يا رجل اللي يبي جاب لكسس وحط يقول لكم بيحطك مقدم بعد بالبرنامج الجاي ما غلط ها الراتب يا رجل اللي يبي 500000 الى 500000 الله يبارك الله يرحم والديك الله يرحم والديك ادري والله ادري وش اسوي عاد شكرا لله اي يا رجال مالك اي اي كلام بس يا ولد ايش فضلك انت ما تلقى مدح انت الواحد ما يمزح معك اقوى سلاح عندي بعد يا رجال الموت صل على النبي كل شيء الا الوضع ما نوصل لهالمرحله يا اخي ما نوصل يعني اوكي يعني استدعي علينا والله قدام صالح ولدك ها وش بتقول له بكره؟ والله ما ادري ايش اقول له ايش تقول؟ صالح ها كم لوكيشن ناقصت فيه؟ يا رجال شيء طلعت فوق الهنجر بحياتي ما سواها بحياتي وصل مرحلة ان صالح يكون خبل من متى خبل انت واشكالك؟ لا من صدق صدق متى من متى صالح صار خبل؟ خبل انت واشكالك؟ لا انت وصلت مرحلة انك تكون خبل عاد انا اكون خبل لكن انت خبل فعليا خبل انت خبل 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 خبل, خبل. مو خبل اهبل اوبل سيارة الخبل خلاص بتكون اهبل لا ابغى خبل ما هو خبل يعني طيب صدق صدق صالح هل انت بتوري ولدك مقاطلة من طالع فوق الحين والله يا ابن حلال انا طيب شافها انا رجال لا اندم على شيء فعلته يوما ما علم لي حبيبي طب ورع يشوف يشوف شاهد المقطع ولدك شاهد المقطع ولدك شاف صالح البلوي فوق الهنجر هو عارف انا ابوه دايم فوق يا سلام انا احب الشخص اللي عنده اللي بلور الامور يخليها لصالح يعني هذا تشوف الاشياء هذه اللي قاعد نسويها احنا صح شوف ابو ملاك بقول لك شغله انا رجال صدق لا لا ما اتكلم لا 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 ما اتكلم عندنا دقيقه اسمع انا رجال الصدق اعترف في اعتراف احيانا اكون مخطئ بموضوع حلو تمام لكن باسلوبي احول الموضوع الى ايجاب الى صالح الايجابي يعني اي مره فتحتوا بس ما ابغى روح عندنا كرامه احنا كرامه ابو علي ابو علي اجيك اجيك تكفى تكفى ابو علي ابو علي جايك لا ابو انا قلت لا لا ما اقدر فتح المحل اجيك ها؟ طب انا كلمتي واحدة. السلام عليكم. ابو يوسف. انا مصاب. انا اصطاد تعال ابغى تجي تعال. اجي. صالح. السلام عليكم. صالح. السلام. تبغى قهوة؟ اول شيء ابو علي ابوه والله كلام بقوله صدق. الله يبيض وجه فريق دعمك. والله انك تستاهل. وفريق الدعم اللي يهتم بالتفاصيل الصغيرة المتسابقة، يعرف وش يحب، يعرف وش يبغى. والله العظيم هذا ما سواه الا محبه مكه الله يجعلني فداك هذا مما يسعدني يا حبيبي وانت تستاهل وانت تستاهل كل طيب وانا انا انا من فريق دعمك صدق اي والله اني من فريق دعمك وعسى الله يوفقك يا ابو علي تفضل تعال سلمان لا تجي اي خليك خليك تعال تعال لا 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 والله غير تجي ما يحتاج يا تعال تبغون قهوه ولا بدون لا لا بدون قهوه سبيل. طيب ايش تبغى؟ ابي نادر بنقاط ولا سم ابوي خلاص ترى اخوي في كلمه بس الفريق الدعم بنقاط بنقاط ولا بدون لا هذه الله يبيض وجهي السلام عليكم جمع حال فريق دعمه سعد الله جميع اوقاتكم بكل خير يا طيب القلب وطيب السيره الله يبيض وجهك وجه فريق الدعم وجمع الله حال ما بيشملك عشان مدير خصم صح صح انت عارف انا انافس مراكز الحمد لله خشب اسرح اسمع الحمد لله رب العالمين الذي اتم علينا هذا اليوم الفضيل بتملك هو تقدر تقول
نادي الشباب. إيه انا مالك طيبتكم ومالك روسكم جل عمرك طويل. فبيض الله وجهك وبيض الله وجه فريق الدعم وجمل الله حاله وجعل ربي يطول عمارهم واشكرهم جزيل الشكر حقيقه. انا ماني من فريق دعمك، انا فوق اني اخوك، انا داعم لك وانا فانز لك، بس تسمح لي صوره واحده بس. لا انت تقول تنافس صح؟ لا بطلع المايك. لا غير اي صح يا خصم. انا اطلب منك حاجه واحده. لا لا انا اطلب منك حاجه واحده يا براين، انك تنادي الشباب عشان نخلص. الصوره بس قلبك وجنه سحبتين. نادي الشباب عشان نخلص. نادي ابشر الشباب والله انهم مشغولين يعني. اوصل لهم انا. صح صح اوصل لهم. لا لا صح. السلام عليكم. هلا حبيبي. يلا حي. شلون يا ولد؟ شلونك ورا اخوك؟ يا مرحبا. تفضل خذ اللي تبي نق. اول شيء عندي كلمه. تفضل. شكرا لفريق دعمك. الله يعطيك الاساطير الفنانين اللي دايم مختلفين بفعالياتهم وامورهم الحلوه. شكرا على هلو دونات. هلو دون اي يعني مرحبا دونات. ارحبي يا دونات. صح توني اقراها. هذا دليل انك شخص ما تقرب بصوتك، تقرب بقلبك. يعني الان انت فريق دعمك ما يسمعونك بصوتك، تسمعهم بقلبك. شوف 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 ورني ما شاء الله تمد. لا يا اخي كذا بتصير في هوشه بينك وبين دعمك. والله اي على دمد لان انت. فشكرا لهم، بيض الله وجيههم. الله يسعدهم مثل ما سعدونا ودائما تسعدنا انت بفعالياتك. الله يسعدك يا حبيبي. ايش تبي؟ والله شوف ابي الدونات دي. الله يرحم. خذ دي. الله يرحم والديك. ايش تبغى طيب بصراحه؟ بصراحه يعني والله عجبتني الشوكليت. تفضل خذها مني. هذه بطعم الشوكليت ترى. من ابسط حقوق. الله يرحمه. هذه عايض. اوه هذه 700 استغفار. اسال الله رب العرش العظيم ان الله يجعلها عني وعنك وعن فريق الدعم وعن شيبان وعن شيبانكم. اللهم العوال اعتذروا. احنا عندنا العوال مو بالعويل، العوال. يا سلام. يسمون بكره في الحلب يهلكهم يعني. خلاص. قالوا روح اكلها عنا يا نادي. اسمح لي اقعد؟ لا تفضل. الله يعطيك العافيه. ادحدر يعني؟ او استريح عادي. اشتري هنا دكان ابسط. بيجي حاجات بانك بس الله يسعدك. بيجي هديه قد اكرم ضيفي هذا جاني 40 مره في دقيقه حبيبي. والله ابيعها. شفت هذه؟ تدري ليه قول لها يا سلمان. شفت هذه؟ نادر 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 نادر. والله العظيم ثم قسم بالله انا كلها ثنتين اللي كلتها منك يعني. ليش شخص؟ طيب كم انت؟ انا 14 واحده. ثنتين الصدق. ثنتين يعني ثنتين. تبي لطيفه ما اعطاني الا ثنتين ونادر تسع. كذاب في عينك. والله هذا تتيبي. والله انا ذنتي. والله انا ذنتي يعني متعادلي يعني قسم. لا ما متعادل لاني اعطيت نص لصالح. انا تدري ليه يا ابو علي؟ قل لا اله الا الله. اخوك اللي هو اخوك اللي ابشر بالسعدك. انا مضبطكم يعني لا تستعجل على رزقي. لا ماني مستعجل. انا ما احتاجها والله. ايوه انت كليت بس. لا في حاجات تجي ابو علي. قل لا اله الا الله. انا انت عارف يعني انا مسوي تكميم لي الان سنه وثمان شهور. صح. او سنه وسبع شهور. قسما بالله ما استفدت من التكميم هذا الا دبله الكبد. ليه؟ يعني كل العمليه راحت على النادي يعني. نحفي لين جت تشوفه قسم بالله طبيعي نادي. ما شاء الله يوفقك. وانت شايف يعني في شيء؟ لا ولا احد يدري. الله يوفقك. هذا والله مشكلة. تسع شهور ثمان شهور تسع شهور في النادي. والله تسع شهور. هذا اول. ثانيا وش الحاجه الوحيده اللي استفدت؟ هذا ثالثا. تكلمت كثير قبل. انا لازم اعلق على ثانيا عرفت؟ احنا الحين كم؟ رابعا. انا يا ابو لا 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 وش اسمه ويش؟ ابو فهد. اي تفضل ابو فهد. اللي تبي ابو فهد. تفضل بس ابو فهد. انا حقيقه حسيت ان لا 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 البروتينات اللي هي يعطيك العافيه. ادحتر احمد حنيف يقول القهوه وين هي اخلص لا اجي ادق وجه. احمد حنيف يقول القهوه وين هي اخلص ادق وجهك. ايوه كذا بالمنطق هذا. بالمنطق هذا ابو حنيف. القهوه وين هي لا ادق وجهك. فضيح فضيح والله فضيح. استريح ولا اروح؟ لا استريح يا اخي. دونات يا اخي. يلا يا اخي ما شاء الله والله حلوه يعني. الله حلوه. طعمها لذيذ يا اخي. شوف الصدقه هذه محجوزه. هذه محجوزه. كم دقيقه نادر؟ كم دقيقه؟ 43 42. كم قد هذا منهم انت؟ ايش اللي تبيه؟ ايش اللي تبيه؟ طفي. لا طفي. كم قد له دقيقه؟ ايش 48. كم قد الرز؟ أربعة.
الحمد يا محمد يا محمد ناصري محمد ناصري وينك يا محمد محمد يا محمد يا محمد ناصري محمد ناصري وينك يا محمد تن 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 قطع هدي من الدجاج كم الساعة؟ هذا متفكة يا دنعة ما في قهوة يبعد من حدبه والله ما في قهوة أبو علي في قهوة عربية تبي؟ زوجي بيلا بيلا شو تسوي؟ الرز لازم انقه تغطيه هنا مو مصغر الحين 43 ها؟ ايه وصلت يمكن 45 بعد يا محمد يا محمد يا محمد ناصر يا محمد ناصر وينك يا محمد وينك يا محمد وينك يا محمد يا محمد ناصر وينك يا محمد 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 دنعة وين انت يا محمد 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 تعالي يا محمد تعالي يا محمد تعالي يا محمد تعالي تعال تعالي يا محمد واقبل يا محمد واقبل يا محمد وارحب يا محمد محمد يا محمد يا محمد ناصر يا محمد ناصر وينك يا محمد تعالي يا محمد تعالي يا محمد وارحب يا محمد وارحب يا محمد يا محمد يا محمد دن 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 كلها ردي اضربها كلها لونه كيف له كم الساعة معك ولا عندي كلها من ها تروح تذن حشوة الله شدي كم يبي له؟ خليك زينة. أنا ما عاد بقي له شيء. وذا فنش. هذا غلق. كم تحسب له؟ الدجاج. الدجاج 15 دقيقة 13 دقيقة. والله زين. اوه هرجلي
سكر عليها عشان البرودة بس. خلاص يا ولد ذا يطاردنا. من اه معي بالله ايش رايك؟ يا صالح ويوسف بعد الصلاة
ابو جابر محمد تبدا بعد الصلاه والعشاء.